طيب انا هبدا معاك طبعا انا وكريم بالحديث عن كوت ديفوار، وكنا بنتكلم في الانترو اصلا بنقول يعني فعلا هي بطوله ما فيهاش حسابات، وبطوله دي حقيقة. تقريبا كل نتائجها غير متوقعه واحداثها. محدش كان ابدا يقول ان نيجيريا هتخسر امام كوت ديفوار او كوت ديفوار تفوز على حساب نيجيريا، مش بس فكره اللي هي الاكبر عددا في الحصول على البطولات، دلوقتي هم متساويين 3-3، بس كمان بالظبط لان كوت ديفوار عندها كان تذبذب اداري، كانت برضو منتظره تقدم المغرب او فوز المغرب، يعني كان ليها حسابات، ولكن المساعد بتاع المدرب هو اللي كمل معاهم. الناس كلها تقول لك لا اللي بيحصل في كوت ديفوار مش مؤشر، لكن شوف خالص. بقى اللي حصل. يعني بتفسر اولا ده بايه، بعد كده شفت المباراه ازاي. بصي، اذا هبت ريحك فاغتنمها. هي خلاص، هي جات لهم الفرصه على طبق من ذهب واغتنموها بشكل مثالي. فكره ان ميرسي فايه هو اللي يتولى المسؤوليه دي كانت حاجه في صالح منتخب كوت ديفوار مش ضده، بالرغم ان طبعا يعني بعد اقاله جاسكيم مع الهزيمه الثقيله بالرباعيه يعني امام منتخب غينيا، سوري غينيا الاستوائيه، والهزيمه من قبلها من نيجيريا، يعني هزيمتين ورا بعض، تلقي 5 اهداف بدون تسجيل على ارضك، الجمهور ساير، فرانكي سي نفسه اللي هو يعتبر من واحد من نجوم البطوله اتحدد بالازايز واتشتم وتهاجم، ثوره عارمه داخل ابيجان وفي كل المدن الايفواريه، مره واحده كوت ديفوار بتصعد احسن توالد، ولا وبتلعب مين؟ السنغال اللي هي المرشح الاول لللقب مع المغرب في الوقت ده. وبعد كده بقى حصل اللي كان المفروض يحصل، يعني كان في لاعبين تم استبعادهم، لاعبين مهمين ظهر مستواهم مع منتخب كوت ديفوار مع توالي المباريات. ميرسي فايه ده واحد من يعني بجمله بقى الايه الدروس المستفاده، يعني طبعا انك على السوشيال ميديا قعدوا يكتبوا مفيش اخطر من رجل عاد من الموت والكلام الجميل ده، ودي حقيقه. يعني ميرسي فايه ده لاعب كان واحد من نجوم منتخب كوت ديفوار اللي لعبوا نهائي امم افريقيا 2006 قصاد منتخب مصر وكان بيلبس رقم 7، اعتزل وعنده 22 سنه بسبب الاصابه، يعني تم اجباره على الاعتزال بسبب الاصابات. بعد الاصابه دي خلال ال 12 سنه هو حاليا 40 سنه، يعني يعتبر اصغر مدير فني حقق البطوله وضرب رقم كلود روا. خلال ال 12 سنه دي اشتغل على نفسه بقى، اخذ دورات وكورسات واخذ الرخصه الدوليه من الاتحاد الدولي واشتغل عليها، اشتغل في فرنسا، اشتغل في فرق الشباب هناك، وبعد كده تولى مسؤوليه فريق الاولمبي او المنتخب الاولمبي، وبعد كده تم تصعيده للمنتخب الاول. اخذها مرحله مرحله، ما كانش عنده حد يساعده، ما اعتمدش ان هو كان زميل ديدي دروجبا مثلا وكل لبيب بالاشاره يفهم. طب وبالتالي بحب انا حويس الرسائل برضه كريم، اتفضل. مش سهل ابدا. لا هي بين السطور، ما هي ماشيه كده. أيوة. يعني هي بتمشي كده. انت تستحق، لو حضرتك ما تستحقش المكانه اللي انت قاعد فيها عمرك غيرك هيجي مكانك بالظبط، وعمرك ما هتقنعني. طب انت حصل دلوقتي احنا بنتكلم بجمله بقى الدروس المستفاده، ودي نقطه تستحق التوقف امامها الحقيقه. اللي حصل مع المدير الفني لكوت ديفوار نتيجه هزيمتين متتاليتين لم يرضى عنهم الجمهور الايفواري ولا الاتحاد، واقالوا على طول قرار الاتحاد في ساعتها وفي وسط البطوله. شكرا. احنا مرت علينا لحظات مشابهه قبل كده كتير. مش بتكلم على النسخه دي على فكره، انا بتكلم بشكل عام، مرت علينا اللحظات دي، بس دايما بيتقال عندنا ايه؟ طب نكمل، طب نتقل عليه، عارف الحاجات دي ليه بره مش موجود عندهم بالقطعة. كده؟ لا بس على فكره ده هو ده الصح اللي بيحصل عالميا، ان هو كوت ديفوار برضو كانت متسرعه، ناس كتير انتقدت قراراتها. هي مش تسرع، هو يعني خلاص يعني كان يعني خلاص هو لا هي بجمله الموضوع يعني. انهي الاصح؟ الاصح هي زي ما عملت كوت ديفوار، ولا زي ما احنا عاده بنعمل بنتقل وقت لما نتشاف؟ لا هي في مؤشرات، يعني انا اوكي، انا احنا العام الماضي اتقلنا يا كريم، ده احنا 3، انت عايز تغير ايه اكتر من يعني كده؟ لا انا معاكي ان انا ممكن، بس اديني مؤشرات وهم احنا. لا بس بيتقال عندنا حته دي، اديني مؤشرات، اديني حاجه تخليني اقف قدام الجمهور اقول انا كاتحاد كوره او عضو اتحاد كوره ادافع عنك. انما انت مثلا تخسران 4 وخسران من نيجيريا بهدف، والمباراتين على ارضك، البطوله كلها على ارضك، طبعا انت ما قدرتش تكسب غينيا بسبب اضعف منتخبات المجموعه، تلقيت 5 اهداف ما حصلتش في تاريخ البطوله كلها ان المنظم يخسر بالنتائج دي، فطبيعي جدا
ان انا ما اقدرش كاتحاد ابواري يعني ان انا ما اقدرش ادافع عنك واقول لا كمل لا امشي. بعدين في حاجه مهمه هو الريسك كان من ايه؟ اصل عقده فاضل له قد ايه؟ اصل خايفين من الشرط الجزائي. لا وما عندهمش 15 يوم